نشوف الأول رأي الكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة في موضوع التحكيم والزمالك. شايف حاجات دلوقتي بس بقرا كده على تويتر، الناس بتقول يعني راجل اتوقف على طول، الزمالكاوي بعتيني يعني، ولما حد بيعمل حاجه في الزمالك ما بيحصلوش حاجه. كابتن جهاد جريش على فكره برضه قعد شهرين ثلاثه بيضرب في الدرجه الثانيه وما مسكش، ما ضربش الزمالك خالص. اتحاد الكوره كله بعد ماتش المقصه يعني قال ماتش البينالتي واضح وصريح، رئيس لجنه حكام مشي اساسا كابتن رضا البلتاجي بسبب خطا كان تحكيمي ضد نادي الزمالك. فيا جماعه ما تاخدوش الامور زمالك ولا اهلي على فكره، موضوع ان في خطا حصل بغض النظر هو حصل منه، اي دايما خطا بيحصل لازم الحكم بيتعاقب. زي ما قلت يعني عصام فتحي مش هتلاقيه هو طلع طبعا الصحفيين او المواقع تكتب انه تم ايقافه، من ماشي تم ايقافه، بس الراجل ما بيطلعش يقول، هو هتلاقي ايقافه ان هو هتلاقيه مش موجود شويه في الدرجه الاولى، هينزل درجه ثانيه وهيرجع ثاني. يعني الراجل ده اكيد هينزل شويه درجه ثانيه الحكم بتاع امبارح وهيرجع ثاني، في ممكن على نص الدور الاول، على اخر الدور الاول، على نص، على اول الدور الثاني، مش هيفضل مفروض طول عمره تحت زي ما حصل قبل كده مع حكام كتيره كان الزمالك ليه اخطاء ليه عليه والناس اخطات. بعده شويه جاك ريشه بعد ماتش الزمالك والمقصه نزل حكم درجه ثانيه يا جماعه، فمش معنى ايقاف ان هو يقعد في البيت ما يحكمش. فاتمنى بس من الناس ان هي ما تبقاش دايما عندها احساس الاهلي بيتعامل معامله معينه او الاهلاويه يشوفوا الزمالكاوي بيتعاملوا معامله معينه، كل الناس بتخطأ بيتعاقب من خلال لجنه التحكيم. هو بس الكابتن حازم وهو يوحي بان ما هو اللي بيغلط مع الزمالك يعني هو قال بيتعاقب، عايز يقول يعني ان الاخطاء متكرره مع الزمالك، فقال يعني دي الرساله من تحت الماء. لا وقال جهاد ما تصبر على بقى ابراهيم، انا بسيبك تكمل كلامك، قول ما تحطش افكارك في دماغي. مش لا هو بيقول، انا سامعه هو بيقول ايه، والرساله اللي من تحت الماء هي اللي وصلت لي. ما الزمالك غلط له كذا ونزل درجه ثانيه، والزمالك غلط له كذا ونزل درجه ثانيه، والزمالك غلط له كذا ونزل. فما تقولوليش بقى ان الاهلي يا جماعه او الزمالك، عايز يقول يعني دي اول مره حد يغلط مع الاهلي، ادي الكلام. لكن وهو بيقول كده بيفهمنا ان ما كل اللي غلطوا مع الزمالك اتعاقبوا، مش كده؟ هو انت بتنشرها وفاكر ان هي دي الرساله. لا مش هي دي الرساله يا عم ابراهيم. تاني ممكن معلش باشمهندس ليه ارجع للاستاذ ابراهيم، شفت ايه يا استاذ ابراهيم؟ يعني هو حازم عايز يبعت رسالتين ثلاثه. رساله اولانيه، هو في البدايه حازم بادبه وبذوقه بيحاول يهدي، بيقولك انا قريت على تويتر كتير جماهير زمالك زعلانه بتقول اشمعنى دلوقتي لما حكم غلط مع الاهلي، فول ستوب. الرساله هنا موجهه لمين؟ لجمهور الزمالك. كمل. انه ما هو يا جماعه في حكام كتير قبل كده غلطوا اخطاء مع الزمالك ونزلوا بعدوا وتوقفوا، ففي اخطاء كتيره. الراجل بيحاول يهديهم انه الزمالك بيتظلم كتير. الرساله دي لمين؟ لجمهور الزمالك. بيطمنه. كمل. وبعدين بيقول لهم ما هو الحكم اتوقف، ومش معنى ان اتوقف يعني خلاص الراجل هيقعد في البيت، ما حدش بيقعد في البيت. فول ستوب. اتوقف. الكابتن عصام عبد الفتاح قال لك لا، ما هو ده اللي حصل، ده اللي حصل في حكايه كلمه والرساله اللي راحت. معلش انا فاتلغى القرار. الرساله دي هبعت لك فيها كذا بالظبط، لانه الكابتن حازم امام زميل الكابتن عصام عبد الفتاح على ترابيزه واحده، فلما الكابتن حازم يقول في قرار وانه الراجل اتوقف، بس مش معنى اتوقف يا جماعه انه هيقعد في بيتهم، هو هينزل يلعب في الدرجه الثانيه شويه لغايه لما الدنيا تهدى هيرجع تاني. وبيقول ده اللي حصل مع كابتن جهاد جريشه وده اللي حصل مع حكام كتير غلطوا قدام الزمالك، هو عايز برضه يفكر الزمالك انه مظلوم دايما. بالظبط. يعني محتاجه الفول ستوب، انت وصلت لها لنفسك دي. فما تقوليش بقى اصل كان قصده. فهي يعني ما انا ممكن وهو راجل مهذب ما تحطليش السم في العسل، لا ما تروح زائق الزمالك اتظلم كتير والحكام اتعاقبوا. فانتوا زعلانين يعني ان الحكم لما يغلط مع الاهلي يتعاقب ليه؟ لا. فهي وذكر واقعه الكابتن رضا البلتاجي، انه عارف ليه بيقول كده؟ عارف الزمالك كتير ليه؟ لان مفيش حكام يتعاقبوا، لان الاهلي ما كانش بيشتكي. الاهلي اتظلم اكتر. ايوه. بس لانه ما بيشتكيش ما بيتحلوش، لانه لما بيجي يشتكي بتكون النتيجه اهو 20,000 جنيه.